الآن لنعلن عن نجم هذه السهرة من سوداني، وهو نجم عزيز علينا جميعا، عمنا الفنان كروان الحقيبة مبارك حسن بركات. اتفضل. أهلا بك يا عم مبارك معانا الليلة، ونحن عندنا سهرة جميلة اكتملت بوجودك معانا اسمها سوداني. الله يبارك، وأنت نجم هذه الليلة من سوداني. الله يبارك فيك. تسلم. وكنا بنتكلم قبل شوي عن أغنيات الحقيبة، وعن إن لأي حد هي مرتبطة بالأدب الصوفي في السودان. أيوة، يا ريت تكلمنا شوي عن الجانب ده. الأدب الصوفي، أول حاجة نحن طبعا في العلفون الحديبة ده موطننا، الحديبة العلفون، وبعدين بيمدحوا المداح والقصاد بتاعين النوبة، ديل بدو ديل. يعني أول ما بديت كان بديت في المديح، وبعد كده بديت تغني. أيوة، أول حاجة أنا بديت الغنى والمديح الاثنين مع بعض. أول زول كان سمعك منه؟ أول زول سمعني أحمد المبارك، كان عليه رحمة الله، كان في ركن الهواء، في برنامج اسمه ركن الهواء. وبعدين أنا سمعت أحمد ده وعجبتني الكلام اللي بيقول فيه وهناي. بعدين لما جيت للإذاعة، جيت اللي جيته قاعد. أول ما غنيت الهجروك حبي. أيوة، غنيت الهجروك حبي والهمتني الحب والشعور لما رأيت حسنك عيان وهبتني سحر البيان. ديل الاثنين أول أغاني خشيت بين الإذاعة. طيب يا ريت نسمع أول واحدة وأكثر واحدة جاوب فيك معاها الناس يعني بشكل كبير، كانت أي أغنية من الأغنيات دي؟ أيوة، قصيدة لمحمد عبد الرضي بتقول: هلل السعد لينا هبة، بنا بنا هيا يا أحبة، تزخرف الربرب المخبة، وهم السرور سح سحب صبة، هنا النفوس مزجت محبة، رعى الإله التغى الأحبة. أهو الروة وهذه الربابة، أهو الصبا وهذه الصبابة، هذه الشبيبة الربت هبابة، وحواف حياة النفوس حبابة. إذ انبرت بهرج الرحابة، وبدت لنا الشمس من سحابة، أرى الكواكب والشحابة، إياك والهن بدي انسحابة. طبعا مبارك، إحنا عايزين نرجع ورا كده كم سنة ونسمعها ملحنة بالريك كمان، رأيك شنو؟ والله كويس. نسمع الحجروك حبي. حجروك حبي وعملوا سبب حبي، كيف ينزع صور المرسومة في قلبي. حجروك حبي عملوا سبب حبي، كيف ينزع صور المرسومة. يا فرحي وهنايا يا ضنا فيك أملي ومنايا وفيك بجي.
ربنا يديك انت العمر يا عم مبارك ويديك الصحة والعافية إن شاء الله.